السلام عليكم ومرحبا بكم قناتكم ابتهات بسمة بسمة. فكرة الفيديو اليوم اختار فيها على الأفكار اللي سبق اللي قدمتكم في القناة. فكرة اليوم هي طريقة كيفاش نعمل نبت الدانتيل. الدانتيل هو الرضا، كيفاش نعمل نعمرها بالعقيق. كلنا في أوقات كتجينا خصنا نوجدو مثلا جلابة أو قفطان وخصنا نوجدوها فترة وجيزة وكنحتارو شني نعملو. هاد الطريقة ديال الرضا نبتوها بالعقيق ولصقوها في التاو في الجلابة ولا في القفطان فكرة رائعة وسهلة. فكرة اليوم ان شاء الله غادي تكون فكرة بسيطة وسهلة عملية. كما كتشوفوا معايا انا جبت الدانتيل ديالي بلانشيتو في الاول، دائما كنحددوه مزيان باش ما كيبقاوش ديك الشناته فيه طالعين. بعد كنشبرو السق ديالنا والعقيق ديالنا حدانا، كنبقى نبت كنشوف المقاطع اللي يصلح لي فيهم العقيق. اولا مثلا قبل ما نشبر الدانتيل ديالي كنشوف العقيق اللي عادي يعجبني، كنشري مجموعه كنحسب شحال محتاجه فيه باش ما كنحتاجش العقيق. كنبدا نلصق على حسب كما شفتوا معايا، انا لصقت الوريدات بوحديتهم، بعد لصقت الشطيبات وعلى اللصق وحنا واخر الشطيبات كاين جوج انواع الشطيبات. هنايا في هذا الدانتيل هذا اللي عندي كاين جوج الانواع، انا اخترت جوج الانواع ديال العقيق. غادي نسبق واحد النوع نوريه لكم، بعد نوريكم كيفاش تعملوا النوع الثاني، بعد نمشي نشد الوريدات تما كاين يستدوين عاوتا هما ما نخليهمش انا عمر بليزي صغارين. من بعد غادي نعمر شي القنيتات صغارين غيكونوا طالعين، نبدل لهم اللون ديال ليزيستغا الصغارين، غنعملهم في الباش مكياتين مذهب وعاود غنزوقهم بيهم. يعني فكرة سهلة وبسيطة وحلوة، كنتمنى تعجبكم. مشاهدة ممتعة، خليكم مع الفيديو. وبالنسبة لطريقة تثبيت آلات التو إذا بغيتو نعملها لكم خليوها لي في تعليق وإن شاء الله نعملها لكم في شي حصة.